اهلا وسهلا ومرحبا بكم الكل في موعد جديد من كلام الليل وموضوع جديد فريق كامل معاكم دوز زوي ام وبيان سور كل نهار الاربعاء ونهار الخميس يكون موجود معايا غيث السويسي. غيث شو حالك؟ لاباس. صافا لاباس عليك؟ لبس. الحمد لله الحمد لله. باهي اليوم موضوع حلو برشا اكيد برشا ناس. انت ديجا عملت حاجه حلوه اليوم على الفيسبوك انك عملت سونداج في الموضوع نتاع اليوم، دونك من بعد نكمل لانترو باش نحكي على شنو الموضوع ومن بعد تعطينا السونداج وين وصلنا في السونداج. يعني مع والا ضد؟ بالضبط. داكور؟ دونك اليوم باش نحكيو على حاجه اللي هي ماضي الزوج والزوجه. لهنا من اولها ديما ثم نساء تجي تقول لك انا نحكي الماضي نتاعي لراجلي ونحكي له كل شيء شنو اللي صار لي، شيء العلاقات العاطفيه والا العلاقات ممكن الجنسيه، فهمت اني عملتها مع ناس وباش نكونوا واضحين ونبداو صفحه جديده وانسي دو سويت. وفما زاد الزوج للزوجة تنبش في الماضي نتاع راجلها وتقول له احكي لي على الماضي نتاعك ونعرفوا الماضي نتاع بعضنا وكل واحد يعرف الماضي الاخر باش نبداو صفحه جديده كيف كيف ونفس الشيء وتبدا ما فماش تجارب ما تعرفش شنو اللي ممكن يصير من بعد. وهذه الناس اللي عندها تجارب وتعرف هل يحق للزوج السؤال عن ماضي واحد منهم سوى المراه والا الراجل. دونك رغم فما برشا فقهاء اللي في الدين اباحوا عدم تصريح المراه بماضيها للزوج طالما ان الله سترى عليها. هذا ايش يقولوا بعض الفقهاء في الدين؟ يقول لك ربي سترها ما تحكيش على الماضي نتاعها. دونك لهنا وقت تقالت الكلمه هذه علاش؟ اسكو نهار اخر تجبد يعاود تجبد الماضي هذاك يولي كيما النقطه السوداء بالنسبه للزوج والزوجه، يعني اي حركه اي مشكله تصير يقول لها ما انت عملت قبل هكايا وكنت مع فلان فلاني وعملت، دونك تنجم تعمل توا تعاود نفس السيناريو. نفس الشيء بالنسبه للزوجه زاد كيف كيف، يعني نفس اللي باش يصير كيما مع الزوج كيما مع الزوجه. اكيد انه برشا ازواج يقول لك انا نحب نعرس لكن نحب نعرف الماضي نتاع زوجتي. ممكن انه يعرف الماضي بطريقه اخرى مش بطريقه انه نهار باش يشد يعايرها ولا يقولها انت عملت وعملت، لكن باغ كونتر ينجم يجي يقولها يقول باش نعرف المراه هذه شكون هي اكزاكتومون اللي باش ناخذها، خاطر ممكن انهم يقولوا الماضي يعطيك البروفيل نتاع الشخص، فهمت؟ ينجم يكون الماضي كاذب. نجم تكون امراه تقول لك انا ما عملت حتى شيء، انت اول راجل عرفته في حياتي وانا شريفه. بون الراجل يقول انا عمري ما حبيت حتى واحده، حبيت كنت اول واحده. دونك ثم نوع من الكذب ينجم يصير، كما فما نوع من المشاكل الكبيره اللي تنجم تصير بين الزوج والزوجه بعد الزواج بسنوات. راه ما نقولوش من غدوه ولا بعد غدوه، لكن بعد الزواج. دونك اسكو الماضي في حد ذاته هل هو نقطه سوداء بالنسبه للمراه والرجل والا لا؟ اسكو الراجل المراه عندها الحق انها باش تحكي لراجلها على الماضي ولا هو عنده الحق انه باش يسمع الماضي نتاع زوجته والا لا؟ بالنسبه كيف كيف للزوج للزوجه اسكو عندها الحق باش تسمع ماضي زوجها والا لا؟ والا احسن حاجه انه البدايه بصفحه جديده ولا واحد يعرف على الماضي نتاع الاخر. دونك ثم عندنا ثلاثه بروبوزيسيون، يعني يا الاولى يا الثانيه يا الثالثه. انت لهنا غايت شنو اللي حطيت بالضبط وشنو هو السونداج اللي عملناه؟ احنا اليوم قلنا باش كيما قلت باش نختاروا اخترنا موضوع انه الاشخاص اللي عندهم معناتها شريك حياه يحبوا يبنيوا علاقه عاطفيه ولا علاقه زوجيه، هل من المحبذ انهم يحكيوا ماضي 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 علاقاتهم الجنسيه والعاطفيه لشريك هذايا ولا لا؟ هم برشا اسئله احنا سالناهم، هل انه مفروض عليا نحكي كل ما صار معايا في الماضي لشريك حياتي ولا من حقي اني احتفظ بتفاصيل معينه لنفسي؟ شنو يضمن لي انه شريك حياتي كان انا نحكي له يتفهم الحاجات اللي انا مريت بهم وما يستعملهمش كورقه ضد ورقه ضغط ضدي ولا ينجم يكون ابتزاز عاطفي ضدي؟ شنو ينجم يغير في علاقتي بشريك حياتي كان انا نحكي له كل شيء؟ وكيفاش نجم نعرف انه لو انا حكيت له كيفاش نجم نعرف رده الفعل نتاعو؟ دونك عملنا السؤال تقريبا لحد الان عدد به 313 عبد شاركوا في السونداج هذايا. هل انه الصراحه مع شريك حياتي فيما يخص ماضي تجاربي العاطفيه والجنسيه هو صدق او غباء؟ صدق والا غباء؟ صدق والا غباء، لانه بين الصدق وبين الغباء الشعره. مرات انسان يتصور روحه انه صدق لكن بك الصدق هذاك بالضبط، لكن بك الحقيقه اللي حكاها يخرب داره ويخرب علاقه عاطفيه ولا زوجيه ويحط روحه في مشكل كبير. دونك من 313 عبد فما 40% قالوا هذا صدق اني نحكي لشريك حياتي
تفاصيل الماضي متاعي الكل فيما يخص علاقات الجنسية والعاطفية. قديش في المية؟ 40% قالوا 40% هذا الصدق. ايه. و60% قالوا من الغباء انه انسان يحكي الماضي متاع تجربه الجنسية والعاطفية لشريك حياته، بمعنى ان كل تجربة منفصلة على الأخرى، وأنه شريك حياتي اللي يخصه هو الحاضر متاعي والمستقبل، ما حدث في الماضي لا يمكن ما نجموش نعملوا البروجيكسيون تاعو على 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 الحاضر متاعي، وهذيك حاجة تخصني ومن حقي أني نحتفظ بتفاصيل معينة حاجات صارت لي في حياتي اللي روحي. فما برشا دي كومنتير معناتها باهين. فما منال مستيري عطات قالت كومنتير به، قالت لازم تحكي اي شيء، لازم تحكي اي شيء اما مش التفاصيل الكل، انك اي انك كي تسرد قصص نتاعك نتاع الحب باختصار لازم تكون باختصار، وتحكي قبل الزواج بمدة. فما اللي فما منال قالت، منال أخرى زادة قالت هم أكثر اللي شيركوا نساء على فكرة. شو نقول لك حتى أنك قالت تحكي ولا ما تحكيش الماضي ما يتبدلش وما عنده فيش ينفعه، بل بالعكس يدخلوا الشك في يدخلوا الشك فيك حتى ولو هو إنسان متفاهم جدا ومخه محلول. فما حاجات نخليها لروحنا، اما لازم يعرف الخطوط العريضه نتاع حياتك وتجنب الدخول في تفاصيل اللي ممكن تهزه شويه كرجل شرقي، يعني لا صدق ولا غباء، ذكاء وفهم، فقط هو ذكاء وفهم لطبيعه البشر، يعني لطبيعه البشر. فما نهايه اللي قالت المجتمع نتاعنا ما يحبش الصدق دونك يولي غباء، فما جهين اللي قالت هو في الحقيقة صدق لكن مع الرجل الشرقي بصفة عامة هو غباء بدرجة أولى. فما عبير قالت أنا نرى للماضي، أنا نرى اللي الماضي لي أنا فقط وللي على وجه الفضل، معناتها مزية كان أنا نحكي للشريك متاعي وللي يتقبلني بكل أخطائي السابقة وما ينجم يحاسبني كان المدة كان على المدة اللي أنا نكون فيها معاه ومش بالضرورة نحكي له، يعني يجي نهار ويعايرني حتى من غير ما يقصد يجرحني ويقعد يذكرني وصمة كيني وصمة عار. فما مريم عوني قالت مرة هش لا صدق لا غباء، حاجة لا غباء حاجه، فما واحد يحبها يحب يشاركها مع الطرف الاخر، وواحد يحب يخليها لروحه مش بالضروره بنيه خايبه. علاش شاركوا اغلبيه النساء؟ لانه في العاده في المجتمع التونسي المراه ما عندهاش مشكل مع الماضي نتاع الراجل الا ما تكون فما حاجات كبيره، معناتها ما عندهاش مشكل في تجربه العاطفيه ولا في تجربه الجنسيه، عندها مشكل في العاده في مثلا كيفاش وفات العلاقات نتاعو، ولا كان صارت له حاجات كبيره في حياته مثلا تقول لك انا قرايت عمل شي عمله دخل شي سجن كان شي عنيف، حاجات كي من هكا دونك عندها قدره اني باش تقبلوا ما عنديش مشكل مع الحاجات هذوما لان تعلمنا وتربينا ديما انه الراجل باغ كونتخ ما عيبو حتى شيء. يلوج المراه على حياتها العاطفيه حياتها الجنسيه، اسكو عملت علاقات جنسيه قبل والا لا، اسكو حبت واحد والا لا، وين مشات وشنو اللي عملت، دونك يظهر لي الراجل ينبش في حاجات اللي ممكن بالضبط. فما برشا رجال اللي هما المشكل اللي هنا يمكن في الموضوع على الرجال انهم في اغلبيه منهم ماهمش قادرين انه يتقبلوا حاجات في الماضي نتاع انسان، نحكي على المجتمع التونسي يعني حتى فما اغلبيه فما عدد ممتاز دونك اسكو معناتها يقعدوا يلوجوا يمشوا في الماضي اسكو المراه هذه، والمشكل انه المراه تقيم يصير تقييم نتاعها على اساس الماضي، هل هي صالحه للزواج؟ هل انا الانسان زي نجم نبني مع حياتي ما نبنيش؟ الماضي هو اللي يحدد بنسبه كبيره كل شيء، لا مخها لا تفكيرها لا استعدادها فك الفتره هذيك وفك اللحظه هذيك واستعدادها في المستقبل اني تكون عائله واني تكون شريكه حياه متميزه ما عنده حتى قيمه قدام الماضي نتاعها، هذا اللي يخلي برشا عبيد تطيح في الكذب. دونك شنو في الكذب؟ معناتها اني تخبي
الكذب بمنطق الناس هذوما اللي تقال هو الكذب في المصالح جايز على خطر ممكن أنه بعض الحاجات من الماضي تنجم تسبب في خلافات زوجية من بعد هذا صار برشا بالضبط. احنا عندنا كما قلت ثلاثة سنين نجموا نختاروهم. نجموا نختاروا اني انا ما نحكيش. شو معناتها ما نحكيش؟ نخبي كومبليتمون، وهذا من حقي لانه الماضي نتاعي هو ديما يخصني انا كهو، واللي صار معي يخصني انا كهو، ومن حقي انا في كل مره اخطات في حياتي ولا صارت لي تجربه فاشله ولا صارت لي حادثه اليمه ولا حاجه نحتفظ بها بيني وبين روحي ونداويها بيني وبين روحي، ولفت اني انا نخبيها على شريك حياتي وقتها ما يتسميش كذب وما يتسميش نفاق وما يسميش بنيت علاقه على اساس كذب. تو نقول وقتاش نحكيو على الكذب هنا، ولا اني نواجه ونقول اللي فما الكل، تحب تهز تحب تخلي، انا هكا وهكا وهكا، تقبل ولا ما تقبلش. بالضبط. وفما اللي يقول لك انا نحكي، لكن كما قالت اللي عملت كومنتير ظهر لي منال، قالت نحكي الخطوط العريضه نتاع، معناتها كي باش نحكي على علاقه عاطفيه مش نحكي على التفاصيل نتاعها الكل. لكن هنا ديما فما المشكله، لانه الانسان باش تحكي له اوتوماتيكمون باش يقعد يلوج على التفاصيل، دونك باش تلقى روحك تحاول تخبي. وقتاش يولي لوفيت اني انا نحتفظ بتفاصيل شخصيه في حياتي عن الماضي نتاعي يولي نوع من الكذب؟ وقت انا تكون تفاصيل تنجم تاثر في حياتنا القدام، مثلا اني نخفي اني نجم يكون مثلا عندي اضطراب نفسي صار عليا ولا مرض في بدني وخبيت، انه ينجم يكون عندي سوابق خطيره نتاع حاجات خايبين، معناتها في طبيعتي انا عملت عمله خايبه في حياتي مثلا تسجنت عليها ولا عملت حاجه، هذوكم تفاصيل اللي لازم الانسان يشاركهم خاطر ينجموا ياثروا على حياتك القديمة. هذوما حاجات وقتها لازم تقول عليهم، معناتها ما عندك حتى ما عندكش هروب منها الحكايه، ما عندكش هروب على خاطر تعرف انه المجتمع ينجم توصل له الزوج الحكايه والا الزوجه تنجم توصل لها الحكايه بطريقه غير مباشره. بالضبط. ولا يكتشف بعد الزواج. الحاجه الثانيه هو الناس اللي يواجهوا ويقول لك انا نحكي تهز ولا تخلي. المشكله هنا انا ضد قطعا، معناتها ضد انه انسان يحكي كل شيء. علاش؟ خاصه في مجتمع كيما تونس. علاش؟ المجتمعات العربيه الكل. بالضبط. لانه الرجل في المجتمعات العربيه عنده مشكل نتاع انفسام. شنو هو معناته الشخصيه؟ معناتها نهار وقت يتعرف على بنيه ولا يتعرف على امراه يظهر روحه ياسر متفتح ياسر متفهم، ما عنده حتى مشكل، هو افكتيفمون ما عنده حتى مشكل الا فيما يخص عرضه هو، معناتها ما عندوش مشكل انه المراه تلبس كذا تلبس قصير تلبس طويل تعمل كل شيء، لكن وقت تتعلق الامر باخته ولا بمرته ولا ببنته لا، وقتها ما عادش فما التفتح. دونك شو يصير هنا؟ يظهر لك من التفتح نتاعو ونمشي، خاطر بصراحه مانيش متسامحين مع رواحنا كرجال ومانيش متسامحين مع قلنا حاله انفصام هي معناتها اجتماعيه دينيه باللي تحب انت. دونك شو يصير؟ داكوردو يقبل وكذا ويرتبط بها المراه هذيك، ومن بعد العرس وقت تولي فما خلافات، تولي فما خلافات عاديه معناتها تصير في ايكم. شو يصير؟ يوليو هاك الماضي هذاك هو يستعملوا هو كورقات ضغط وورقات ابتزاز وورقات تجريح ونقد واستغلال بكل انواعه. معناتها المشكل هنا انه انا كيفاش نجم نعرف انه كان باش نحكي له حاجه ويقبل هو اني انا طبيعتي هكاك ولا انه صار معايا هكاك ولا عشت علاقات جنسيه وعاطفيه، شنو يضمن لي انه بعد ما يخرج لي ما يعاودش يجبد لي هذاك الكل؟ بالضبط. هذه المشكل. دونك انا لهنا الحكم صعيب، الحكم صعيب. النجم خاطر ملولي غلطني يطلع لي ياسر متفهم ومتسامح ومحليه لكن بعد ما نعرفش ما يضمن لي حتى شيء، خاطر الدنيا تبدل، وقتي بدل، الزواج ما قبل الزواج ما يشبهش بعد الزواج حتى تعرف معناتها، وتولي فما خلافات يمكن جذريه واعمق شويه مرات، كيفاش نجم نتجاوزوه؟ معناتها كيفاش نجم نحمي روحي من انه ما يتبدلش؟ دونك انا لهنا نولي ما نختارش اني نحط روحي في موقف كي من هكاك ونولي نتعامل مع حاجه
مانيش عارفها شنو ردة فعلها ولا شنو ينجم يصير فيها. دونك نولي نختار الحل الاسهل واللي كيما على مثل شعبي الباب اللي يجيك منه الريح سدو استريح واستريح. اني انا يا ما نحكيش التفاصيل يا ما نحكيش جمله يا نحكي حكايه ما صارت جملة، المهم كذبه بيضة، المهم ما ندخلوش فيها التفاصيل هذه لانك انت غير قادر انك باش تتفاهم حاجه كيما هكا، خاطر تنجم تجي تقول لي هز ولا خلي مؤلمه شويه الحكايه، خاطر فما شكون يحبوا بعض. تقول لك باهي باش نحكي له انا، اما انا ما نحبش نخسره، ما نحبش الانسان هذاك يخرج من حياتي خاطر نحبه، لكن هو ميم طون نعرفه مش باش يتقبلهم ونجم يبعد عليا، وانا صادقه في نوايا في النوايا نتاعي معاه واني نحب نمشي معاه حياتي، دونك شنو نعمل هنا؟ لهنا وي يلزمك تكذب كذبه بيضاء، ما تكونش غبيه وما تكونش وما تكون الصدق هنا الصدق في النوايا، انا شو انا اسكو كانسان صادق معاه نحبه بالحق ونحب نستحفظ عليه ونحب نبني معاه حياه بكل صدق، لكن او ميم طون ما نكونش غبيه اني نحكي كل شيء ونخسره ونفسد. مثلا مرة تجي تحكي لراجلها تقول له انا عملت علاقات جنسيه قبل، اسكو يقبلها الراجل من بعد ولا ما يقبلهاش ولا يقعد ديما مخه يدور في الحكايه هذيك؟ هذا هو هذا المشكل، معناتها ينجم هو يقبلها من الاول، يظهر انه قبلها وما عندوش مشكل، لكن من بعد تولي لا يولي لا يولي شك، خاطر انت كراجل تتكلم توا. لا نحكي لك في مودي مش نحكي لك اكزاكتومون توا نحكي لك كل واحده يعني كرجل انت تتكلم معناتها واكيد انا في ذاتي تحكي على شخصي انا مش نحكي على شخصك انت على شخصي انا ما عنديش بون باش نعطي راي شخصي ما لازمنيش نعطي راي شخصي لكن في الاهم ديما في العلاقه العاطفيه الراجل شنو احساسه خاطر تركيبه الرجل مش كيما تركيبه المراه اكيد مش تركيبه ما فما زاده شوف ما نكذبش عليك خاطر احنا تربينا تربيه خايبه وتنشئه اجتماعيه خايبه وتربيوا فينا برشا انفصامات دونك قد ما تكبر ديما تعمل فك الاشتغال الذاتي على روحك باش تنحي برشا عقد وبرشا حاجات اللي تربيت فيك. دونك الاهم هنا بالنسبه لي انا كرجل ما عنديش اقلاق مع الحكايه لانه ما يهمني في شريك ما يهمني في شريك الحياه نتاعي هو الحاضر وهو المستقبل، هل هو انسان قادر انه يبني علاقه عاطفيه مستقره ويستحفظ عليك ويحبك ويكونوا عندكم نفس التوجهات على الاقل في التربيه وفي فهم العلاقه العاطفيه ونفس النضج معناتها في حياتكم ولا لا؟ الماضي وقتاش انا واحد من الناس يولي عندي تحفظات على الماضي كيبداو حاجات كبيره مرتبطة بحالة نفسية مثلا بحالة صحية مرتبطة ب أنا قلنا حاجات مثلا حاجة جات خارج القانون حاجة معناتها حاجة كبيرة وقتها ينجم الإنسان يعمل تحفظات لأنه يخاف أن نهار آخر تطلع بشكل من الأشكال ويكون صراحة سيء أنه الإنسان يكتشف مثلا حقيقة كبيرة على إنسان هو مخبي عليه وما كانش يعرفها واللي هي تنجم تأثر في علاقتهم ولا قاعدة تأثر وهو مش فاهم. أكيد دونك تليفونات على 31 احنا ماذا بينا نسمعوا اليوم تجارب نتاع عباد اللي حكيت على الماضي نتاعها وعباد اللي ما حكيتش شنو النتيجه يعني اذا كان حكيت شنو اللي صار واذا كان ما حكيتش